times I'ma fall for your love. تكونوا بخير على خير، اموركم مزيانه. ويت ما كتحلموش، هذه احلام وهذه الكاميرا كنصور لكم. ما عرفتش فوقاش غادي تحط صراحه هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا كنت صورته لكم وما كتبش انني نحطو حيت الفيديو ما بغاش يخدم ليا في الباسي، فقررت انني نعاود لهذا الفيديو. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون اش غيكون؟ اش في نظركم غادي يكون؟ كما شفتوا في العنوان غادي يكون glow up. شنو هو هاد glow up؟ احلام glow up غادي يكون تغيير اللي غادي يكون glow up غادي يكون تغيير، غادي نغيروا مشكلنا ولكن ماشي بالميكاب ولا بشي حاجه، غادي نتهلاو في راسنا، غادي نصايبوا بيتنا. راه واخا كتشوفوا هادشي هكا منظم وزوين وكيوت، راه ندير روينه من مورا هادشي. فداكشي علاش ما تثقوش في الحياه ديال اليوتيوبر، من مورا هادشي راه كاين واحد الروينه ديال الكثوره كتسناني. فا جايز انا الفيديو اللي بحال هكا كيحمسوني انني نوض نخمل بيتي، نوض ندير دي ماسك لوجهي، نوض نتهلا في راسي، نوض نتهلا في طفاري. فاليوم هادشي اللي غادي نديرو مع بعضياتنا. فغادي نمشي نطوي دوك الحوايج اللي حطيتهم فوقنا مسيده الخشي، غادي نصايب الماريو ديالي حيت ما باغياش هاد السيمانه هادي تكون عندي الروينه، حيت ان شاء الله غادي ندخل نقرا. فما بغيت حتى شي حاجه تكون مرونه، بغيت كلشي يكون بيرفكت، كلشي يكون بصايب باش نهار اللي ندخل ما نبقاش عاد نفكر. مشيت دوشت، لبست شي حاجه زوينه، بس بيجاما تكون مريحه. هاد التريكو هذا ديال اختي كتفرجي في هاد الفيديو، خديت لك التريكو حيت اختي عندك هادشي مريح. لبست بيجاما وصافي. يلاه دابا غادي نمشي نخمل بيتي. البنات رجعت لكم، صايبت هادشي، خملت داكشي، مهم صايبت هادشي خملت داكشي كسوتي جمعتها. اصلا ما كانوش عندي بزاف ديال الكسوه اللي نطويهم، يعني اللي كان مرون. وخملت هنا شويه ديال المكياج هنا كما شفتوا قديت هادو. الا بغيتو البنات جوله في هاد لاكوافيز هادي خليو ليا في لي كومونتير وندير لكم جوله. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو سكين كير ديالنا اللي هي glow up. غادي نتهلاو في وجهنا واحد شويه، انا وجهي كالي دق هنايا في واحد الحبوبه خرجت من قربت ندخل نقرا. المهم دابا غادي نجمع شعري، غادي نديماكي وجهي غنوريكم دابا. ولا البنات جمعت شعري، دابا غادي نديماكي وجهي. دايره غير الماسكارا ودايره شويه ديال الغوج عليف، غادي نديماكي وجهي. كنديماكي وجهي بهاد لي لانجيت هادو، كملي هذاك داك الامي سيلر اللي كنت كنديماكي به وجهي، كملي هذا ديال باروس بابا نوريكم. هذا البنات اللي كنت كنديماكي به وجهي كمل لي، صراحه كان زوين ولكن ما غاديش نعاود نشريه حيت بغيت نجرب شي حاجه جديده. غادي نجرب القله ديال، المهم كاين بزاف، كاين بيوديرما، كاين بزاف، غادي نجرب شي حاجه جديده حيت هذا بزاف انا كنستخدمه طلع لي في الراس. وحتى هاد لي لانجيت هادو زوينين، فالا ما عندكمش فلوس باش تاخذوا هذا خذوا غير لي لانجيت. حتى انا كندير بلا لانجيت صراحه زوينين، ما كاينش شي فرق، بالعكس كيحيدوا مزيان على هذا. فوالا غادي نحيد بيهم. هاد البنات تقدروا تلقاوهم عند مولي الماكياج، انا شريتهم من عند مولي الحانوت، ما عرفتش الصراحه شحال كيديروا ولكن زوينين كيحيدوا الماسكارا مزيان. وفوالا صافي غادي نحيد الماسكارا. البنات الى وات ذا فاك وكيات البنات الا بغيتوا لي فيديو بحال هكا ولا بغيتوا شي نوع ديال الفيديوهات خليو ليا في لي كومونتير شنو باغيين تشوفوا. بغيت نقول لكم بلي هاد لي لانجيت اولا لومي سيلر ما تمسحوش به وجهكم، ديجا قلتها لكم في واحد الفيديو حيت فيه دي برودوي شيميك وعوض ما غادي ينقي لكم وجهكم غادي يزيد لي باكتيري ويزيد لكم تهيوج البشره. ويلي ويلي ويلي
على هاد الماسكارا شوها. من الاحسن ما تمسحوش وجهكم حتى تغسلوه بالصابون، يعني غسلوه جوج المرات وما تمسحوش وجهكم بهذا. انا كنمسح به غير عينيا وغير الا كنت دايره شي روج ليفغ وصافي، كنغسل وجهي جوج ديال المرات بالصابون ديال الطرف. المهم دابا غادي نمشي نغسل وجهي ونرجع لكم. المهم البنات دابا غسلت وجهي، نشفوا وجهي بهاد كلينيكس هذا. البنات من الاحسن تنشفوا وجهكم بهاد كلينيكس هذا لحقاش الفوطه كتنود الحب، وانا هادي شحال مسحت بالفوطه، عرفتوا الفوطه صافي يعني حيدت عليا، ولات كنخلي وجهي كينشف هكاك بوحدو ولا كنشفو بهاد كلينيكس هذا. المهم صافي دابا البنات غسلنا وجهنا، دابا غادي ندير القوماج. هاد القوماج هذا البنات كتسولوني عليه. المهم البنات دابا غادي ندير هاد القوماج هذا، كنتو كتسولوني عليه بزاف في الانستغرام وحتى في الفيديو اللي كنت وريت لكم فيه هاد القوماج، قلتوا لي لاش كيصلاح واش زوين جربيه هذا. فاليوم غادي نديرو معاكم صراحه هاد القوماج واعر 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 بزاف، كيقومي مزيان الوجه وكيبيض الوجه. المهم دابا غادي نديرو هذا هو البنات، قبل ما نديرو الا قلتو سكرينيوه صافي. غادي نابليكيه على وجهي وغادي نتسنى واحد شحال كاع، المهم واحد 5 دقائق ولا بحال هكا، وغادي نغسلو. صافي المهم البنات غادي نبقى بحال هكا كندير الكوماج، كتانسيستيو على لا زون تي هاد البلاصه هادي اللي كتكونوا اللي كيكونوا فيها لي بانوار باش يتحيدوا. وهذا البنات راه فيه بزاف ديال الانواع، ما كاينش غير ديال الخوخ، كاين فيه بزاف ديال الانواع. صافي البنات غادي نخليه واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق غادي نتسنى، ومن بعد غادي نغسل وجهي ونرجع نغسل وجهي. دابا غادي نشفو وغادي ندوزو للمرحله ديال الماسك. الطين الاخضر، الطين الاخضر شنو هو؟ هو طين الطين الاخضر. انا كنخلطو مع الماء. هذا البنات لايش كيصلح؟ كيصلح للبنات اللي عندهم لابو ماشي سونسيبل، المهم لابو تكون دهنيه، يعني بشره دهنيه كيصلح لها بزاف، يعني اللي عندها البشره ناشفه ما غاديش يليق لك، يعني خدي بحالو زرق. غنحط لكم هنا الصوره ديالو غير عكست نوريه لكم عندي بحاله. هذا البنات كيصلح غير البشره الدهنيه، علاش؟ لحقاش قاصح على الوجه. نتمنى تكونوا فهمتوني. هذا ما كنخلطو حتى مع شي حاجه، تقدروا تخلطوه مع دانون مسوس، انا ما كيعجبنيش نخلطو مع دانون مسوس، كنخلطو مع الماء وصافي. كنديرو فوجي وكنتسنى شحال من دقيقه ولا 3 دقائق وغادي نحيدو. هذا البنات كيصلح المشاكل ديال البشره بحال الحبوب بحال الاطراف بحال داكشي، انا طلع واحد الحبه فداكشي علاش غادي نديرو. هنا جبت واحد الطبسي فيه الماء وغادي نخلط معاه الطين الاخضر. درت غير شويه البنات لحقاش ما بغيتش يشات له هنا ويضيع. صافي غادي نابليكيه على وجهي بحال هكا وصافي، ونخليه ينشف كما قلت لكم. وهذا واعر بزاف سورتو البنات اللي عندهم لا تخاص ولا الحبوب، سورتو الحبوب يعني كينفع. هذا البنات خدوه من كارفور، من الاحسن لحقاش غادي تلقاوه تما اوريجينال، يعني تقدروا تلقاوه مزور في شي بلاصه اخرى، فمن الاحسن تاخذوه من كارفور والثمن ديالو رخيص يعني ماشي غالي وصافي. وكياخذ بزاف زعما هادي راه البنات شحال هي عندي من الصيف وهي عندي هاد القابسه هادي. مكشوفش كلمات وغالي نمشي حيت قلبي كره كلشي كفاية عيه الدنيا. شوفوا البنات هذا ما تخليوش بزاف وجهكم، خليوه 10 دقائق ولا 20 دقيقه صافي. الا كانت عندكم بو سونسيبل اصلا، الا كانت عندكم بو سونسيبل ما غاديش ديروه، ما ننصحكمش ديروه. المهم راكم فهمتوني صافي. البنات غادي نخليه ينشف ومن بعد غادي نرجع لكم باش نديرو الايطاب الثانيه. غادي نصايب معكم طفاري دابا وصافي، هادشي اللي كاين. نتلاقاو من مور ما نصايب طفاري.
المهم البنات هذا الشيء شوفوا وجهي انتما كيفاش كاين. شوف خليتو شي 20 دقيقه حتى تصبغ باش هذا اللون هذا صراحه زوين بزاف. درت منه دو كوش وجواعر. صافي البنات هذا الشيء اللي كاين. دابا غادي نمشي نغسل وجهي باش نمشي نرطب وجهي ونشارك معكم شنو غادي ندير. وغادي ندير حتى تحت عينيا وفوق عيني باش يحيد لكم لثقل. جمدت هنايا صافي البنات غادي نشفو لي وغادي ترطبوه باي حاجه كانت عندكم باي كريم ولا اي زيت كتستخدموه. انا غادي نوريكم واحد السيروم صراحه واعر واعر واعر. وفوالا البنات هذا هو السيروم. كما قلت لكم نتوما تقدروا ديروا اي سيروم اولا اي كريم مرطب عندكم. انا هذا سميتو فلوغال كنديرو. كنت شاركت معكم واحد السطوري هذه شحال فاش يلاه كنت باغا نجربو. صراحه جربته ووصل النص ديال القرعه واعر بزاف 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 البنات. ما كيدير لا حبوب ما كيهيج البشره. الريحه ديالو زوينه كيرطب الوجه كيصفي الوجه كيحيد لا تراس. واعر واعر اتس ماي فيفورت. اول حاجه تجي معايا بحال هكا. المهم غادي نابليكيه على وجهي وصافي. هادشي اللي كاين. تقدروا ديروا اي تريتمون كديروا بحال مثلا شي بوماد ديال الحبوب ولا شي حاجه. هانتوما البنات راه قربت للنص. صافي غادي ندهن وجهي وهذه هي ليطاب الاخيره انكم ترطبوا وجهكم. السيروم اللي كنقدر نديرو لوجهي هو هذا حيت الشيء الاخر كينوض لي الحب في وجهي. ف هذا هو احسن سيروم تقدروا ديروه. بزاف ديال البنات كيسولوني شي حاجه كترطب الوجه شي حاجه مزيانه. هذا هو احسن سيروم تقدروا ديروه. صافي البنات غادي نبقى ندير مساج بحال هكا لوجهي و هادشي اللي كاين. واش ديال هاد السيروم هذا الا بغيتوه دخلوا عندهم. صراحه السيروم واعر ماشي غير انا اللي قلت واعر. دخلوا لاباج ديالهم وشوفوا الاراء ديال الناس وتعرفوني على من كنهضر. هاد السيروم هذا سميتو ال ها هو البنات هذه هي سميتو. وهاد السيروم هذا ما تقدروش تقدروا ديروه حتى شي بلايص بحال مثلا هنايا باغيه تبيضي هاد البلاصه. المهم تقدروا ديروا لاي بلاصه باغيين تبيضوها وصراحه واعر بزاف. اخر حاجه البنات اللي غادي نديرها هي هاد البوم عليفغ هذا. فوالا البنات هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى انه يكون عجبكم. غبرت عليكم بزاف عارفه حيت كانوا عندي ظروف كان البيسي ديالي خاسر داكشي علاش ما كنتش كنحط لكم لي فيديو. صافي البنات ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديروا جيم باش الفيديو يطلع ويشوفوه بنات اخرين. وصافي هادشي اللي كاين. هاد الروتين هذا كنديرو مره في السيمانه وفاش كيكون عندي شي نهار يعني سبيسيال بحال مثلا الدخله ديال القرايه ولا شي عراضه ولا شي حاجه كندير فيها هاد لي زيتاب هادو باش الوجه ديالي يبقى نقي وحتى الضفار يكونوا مصايبين. وصافي البنات هادشي اللي كاين. كنبغيكم بزاف وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام والتيك توك ديالي خلي لكم هنايا. دابا الاخت ديالي جميله غادي تدخل لي شاري كاع ما تمشطاش راه يطيح. شوف كنطرق بيديها واش ما يبانوش. هاي قلت لكم شي الناس شي فيديوهات بغين تشوفوهم بحال مثلا اقترحوا عليا شي فيديوهات جداد بغين نديرهم تصير هاد الشباب بغين نديرهم. وصافي التريكو الصراحة زوين تريكو مريح. قول نو واش تنتوما خواتاتكم كيشتفوكم الحوايج شا قلتي؟ واش حتى نتوما خواتاتكم كيدو لكم الحوايج بحالها؟ هاكي تابونو في لاشين وفعلوا الجرس
ديرو جامي داكشي كثر من اللايكات كثر من اللايكات باش الفيديو يطلع وشجعوني باش نبقى نحط الفيديو تاويل الا مش تشجع راني نحطش لكم الفيديوهات انا واحد الا ما غاديش نبقى نعكس على يوتيوب ما غاديش نبقى نعكس كتقول لكم غدا غتلقاو نغبات من مور هذا الفيديو هاكي جيبي راسك دسلا بسلا بسلا جاني الجوع اوه ثانك يو Thank you. What's up, Ebnesh? Is she the game?